نعم فعلا الأسبوع الرابع والعشرين على التوالي. أولا على الصعيد الميداني كان هنالك حشد من عدة حركات احتجاجية لتشجيع الناس على النزول مرة أخرى للتظاهر في نهاية الأسبوع كما يحدث في كل نهاية أسبوع. هنا من خلفنا بضع حركات احتجاجية تبدأ هذه الاحتجاجات من هنا من مركز مدينة تل أبيب. هؤلاء المئات سيتوجهون بعد قليل إلى مكان المظاهرة المركزية في مدينة تل أبيب التي تشهد أكبر مظاهرة في كل أسبوع. هذا الأسبوع هذه المظاهرة تأتي بعد انتصار المعارضة الإسرائيلية داخل الكنيست في الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء كنيست سيمثلون المعارضة والائتلاف في لجنة اختيار القضاء. لجنة اختيار القضاء فقط للتذكير هي الموضوع الخلافي الأساسي في كل هذه التعديلات القضائية، حيث أراد الائتلاف الحكومي تعيين أعضاء كنيست فقط من الائتلاف الحكومي من أجل انتخاب سياسي للقضاء خاصة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية. ولكن ما حدث قبل أيام في الكنيست هو أن مرشحة المعارضة الإسرائيلية نجحت في هذه الانتخابات وستمثل المعارضة داخل لجنة انتخاب القضاء، بينما مرشحة الائتلاف الحكومي لم تتجاوز هذه الانتخابات ولم تنجح فيها. سيكون هنالك إعادة انتخابات، ولكن بعد هذا الأمر وبسبب نقض الاتفاقيات صرح لابيد وغانتس زعماء المعارضة بأنهم لن يستمروا في المحادثات التوافقية داخل مقر الرئاسة الإسرائيلية التي تجري منذ أسابيع حتى تشكيل فعلي للجنة اختيار القضاء. من جهته وزير القضاء الذي يعتبر هذا مشروعه الشخصي قال بأن التعديلات القضائية ستمضي على قدم وساق حتى لو اضطر الائتلاف الحكومي تمرير هذه القوانين بشكل أحادي دون الوصول إلى توافق مع المعارضة. ولذلك سيكون هنالك سؤال، هل سيكون هنالك أعداد أقل هذا الأسبوع على خلفية انتصار المعارضة فيما حدث في الكنيست الأسبوع الماضي، أم بالعكس هنالك حاجة لاستمرارها من أجل الضغط على الائتلاف الحكومي عدم تمرير هذه القوانين بشكل أحادي؟